السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا خويا ولكن أجلت حتى النهار 16 ضم الملف باش يقيلا ما عرفت واش ضم الملف هو باش يزيدوا معلومات اخرين. واحد الشكاية درناها حنايا في الرباط، ثلاثة الشكايات هما اللي درنا من الرباط باش يتزادوا حتى هما. المهم الحمد لله القضاء والوكيل الملك كيديروا المجهودات ديالهم. ما كاينش الملف ديالهم، ما كاينش كاع في المحكمة، ما حطاتش الملف ديالها هي كاع، ما كايناش في الملف ديالها في المحكمة، ولا ما كايناش حتى هي، ما متابعاش دايرين حديدة تصير كيفو على اساس حديدة تصير القتل بغير ما كاينش. ولكن حنا طالبين زعما كاين خبرة على الهواتف، المحامي غيدير الخبرة على الهواتف اللي متماس فيه خبرة على الهواتف. قال لك دابا حاليا كاينه ماشي غير التلبس، كاينه حتى الهواتف، اذا كان التبادل في الهواتف كاين يعني كاين الخيانه. وحنا قبل ما يموت امين دار شكايه ديال الخيانه المستوجب، قالها في الملف، قال لك كيعرفها مده 15 يوم وما منكرش هو اعترف كيعرفها 15 يوم، مشى معاها جوج مرات العشاء فاخر، واحد في الصخيرات واحد في كازا هنايا ميت. هادو الاعترافات ديالو؟ الاعترافات ديالو. واعترف بانه عنده مع علاقه، قال لك غير جنسيه، زعما علاقه شي عرف هذا الشيء ردائيه. فايت لي هو خرج معاها ولا الصخيره، كاين شي جوج خرجات على ما اظن، وحده غير الصخيرات ما عرفتش الصخيرات، وحده في كازا هنايا شي قهوه. البارحه خويا حتى كنتصدم انا بلي انا جايه هي واختها وامها المقاطعة اللي تابعة البلاصة اللي في توفى امين، ما سداش حق الله، ما لابساش حق الله وباقا في الدم ديالو، ما لابساش البيض وجاية باغية الفلوس، باغا تستافد. قتلات مات السيد، باغا تستافد في الحديثة زعما، وباغية الفلوس. العزو باغا العزو، كاين العزو تما، كاين يعني كاينة الخلصة تما، ولكن ان شاء الله ما تفرحيش بها. وبالنسبه لنتمنى من الله سبحانه وتعالى ياخذ حق امين. وسبب ما عرفناش المحامي دابا اللي عنده كل شيء. محامي حنا كنطالبوا ان شاء الله بالحق ديال امين من القضاة والوكيل العام، هما اللي ياخذوا لنا حقنا بعد الله سبحانه وتعالى. ما طرين كل ما مشاوش زاروا حيت امين كان زاد ما عندوش بواه، يعني الحنان من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني داكشي علاش مسكين ما بغاش يحرم ولادو منه، داكشي علاش ما بغاش يتمهم وباهم كاين، حيت عاش ديك الحاله وما بغاش يعاود، داكشي علاش كيبقى كيقول لك على ولادي. ولكن القدر ديال الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للحاله الام ديالو كيفاش الحاله؟ مريضه خويا، ملي قلت لها ندمت الندم الشديد، ملي قلت لها البارح راجعت المقاطعه قالت لك هي صافي، هي بغات هي الفلوس، ما جاتش عنده هو اللي كان في الكلينيك، يعني كون هير جات والله ما يقيسها حد. هنقولوا هنهضروا على كون جات هير الدراري راه ما نديروا لها والو، على دوك الدراري ما يشوفوش شي مشهد خايب، حنا كنراعيو الدراري، ولكن هي راه ما راعت والو. ولكن علاش ما تكونش، علاش ما تكونش هي اللي شافت امين جاي ليهم وقالت لي راجلي هذاك، علاش يعني كاينه معاه، يعني خص يجبدوها معاه تكون معاه، علاش هي مصيفطه واحد القبر وواحد مشدود، علاش هي ما تكونش؟ صح حتى هي تكون، حيت عدم تقديم المساعده والفرار، يعني بزاف ما عرفتش علاش ما كايناش. هادشي اللي كنقول انا ما كايناش، هادشي اللي كنقول انا ما كايناش. يا ريت ما شفتوش كاع، ما عرفتو صافي، وليت بحال الا ضرب شي. هو امين مسكين جاي كيجري، شاف الطوموبيلات كبات هي، جاي كيجري ملي شاف مرتو تما ركبات، جاي كيجري
قلت له بغى يحل الباب ديال الطوموبيله هو كسيره، هو قالها حتى في المحضر كسيريتو ومشيت وضربو. وديك البلاصه فاش دخل منها بدا كاين سوس انتيردي فاش دخل دو. ولكن ما عرفتش علاش هي ما كايناش في القضيه دابا نيتي، ولكن القانون عيطات ليهم اختي وقطعوا ليها المكالمه لابيل فيديو، بغات تشوفوا وقطعوا ليها لابيل فيديو. مسكين هو غير ضحيه، اي يخاف يخاف الاول، كنت كتعامل بالعنف كتعاملو كيخاف بزاف فيه الخوف. تقريبا ما كاملاش سبع ست سنين عند الولد والاخر ثلاث يقول لي سبع سنين ثمان سنين. سبع سنين؟ لا ما ثمان سنينش، سبع سنين هكذاك. جلالة الملك محمد السادس نصره الله والسي الحموشي والقضاة والوكيل العام ياخذوا لنا حقنا، ياخذوا لنا حقنا من هاد السيده اللي سبب هاد الشيء. كلشي هي سبب، كيقولوا لك لا ماشي هي، راه هي سبب، كل ما كانش هي راه ما يكونش السيد، هي سبب هاد الشيء كلشي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.